بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح، معاكم توته مراد، وان شاء الله هنعمل النهارده وصفات سهله جدا وبسيطه وسريعه. هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن فاصوليا خضراء لذيذ جدا بتتبيله بسيطه، هتلاقوا ان هو مش هياخد وقت مننا خالص وطالع طعمه بيطلع طعمه حكايه. انا من الناس اللي ما كانش ليا في الفاصوليا الخضراء قوي، بعشق الفاصوليا البيضاء. لما عملت الوصفه دي او بالطريقه دي بطريقه ماما طلعت حلوه جدا جدا، وتتاكل جنب رز بشعريه، شويه مخلل، عيش بلدي كده من الحلو بتاعنا بتاع الفرن، فهيبقى حلو جدا. طيب تعالوا نشوف مقادير طاجن الفاصوليا الخضراء. عايزين تستخدموا فاصوليا فريش ماشي، مخزنين فاصوليا في الفريزر برضو ماشي. انا عندي مثلا حوالي يعني 700 ل 800 جرام من الفاصوليا الخضراء. معانا كمان لتر من عصير الطماطم، فلفل حامي مفروم، بصله مفرومه، وتوم وملح وفلفل وكمون وكزبره. معانا كمان 4 معالق كبار من الصلصه، لو حسيت ان ايه التسبيكه محتاجه شويه يعني تبقى مزهزهه كده لونها يبقى حلو، وطماطم مكعبات صغيره. الخلطه اللي انا هبتدي بيها دي احنا ممكن نعملها ني في ني، يعني ممكن اعمل الميكس لكل المكونات واسويها، بس التشويحه اللي احنا هنعملها دي بتدي طعم حلو جدا جدا وطعم مختلف كده، فهتعجبكم جدا لو جربتوا اي طبيخ بالخلطه اللي احنا هنعملها دي. طيب تعالوا كده، خلاص احنا قلنا المقادير مفيش حاجه ناقصه، تمام؟ في حاجه ناقصه؟ لا، قلنا الطماطم اخر حاجه. طيب هعمل ايه والفاصوليا مزهزاه اهي قدامكم؟ هاخد شويه زيت او اعمل ميكس بين الزيت والسمنه حسب ما انتوا تحب. واخد البصلايه، بصلايه مفرومه كده بقى بالسكينه او مفرومه في الكبه ممكن برده مفيش مشكله، ولو بنخزنين بصل في الفريزر ممكن برده استخدمه ما عنديش اي مانع. التشويحه بقى بتاعه الخضار، يعني عارفين في طبيخ كده تحسوا ان انتوا لازم يتسبك، يعني في وصفات طبيخ ممكن تعمل ني في ني، بس الفاصوليا الخضراء دي من انواع الخضار اللي لما بيتعملها تسبيكه حلو مش لازم يعني اغمق البصلايه قوي، لان درجه تسبيك الطاجن بتتحدد بناء على لون البصلايه. يعني لو عايزه مثلا الطبيخ يبقى غامق قوي كده والصلصه متسبكه قوي اغمق البصلايه، لو عايزاها نص نص يبقى هصفرها، لو عايزاها ني في ني ممكن اديها يا دوبك تشويحه بسيطه قوي دقيقتين وابتدي ان انا اكمل باقي المكونات بتاعتها. فانا بالنسبه لي بعمل ايه؟ وسط، ولا هغمقها قوي ولا هسيبها فاتحه، نص نص. دي يمكن شايفين ابتدت تصفر ازاي. ممكن نسويها من اولها لاخرها على النار، ممكن برضو نسويها نص تسويه على النار، ودي اكتر حاجه بحبها، وبعدين احطها في طاجن وادخلها الفرن. فكره الطبيخ او الخضار لما بيتحط بيكمل تسويه في الفرن، خصوصا بقى لو كمان انا جايبه طواجن فخار اللي هي من الصعيد الاصيله دي، تبقى حكايه. طعم الطاجن اصلا بيظبط طعم الخضار، يعني ريحه الفخار في التسويه بتاعت الاكل بتبقى حلوه جدا جدا. فيفضل لو احنا عندنا طواجن فخار يبقى انا احطه نص تسويه هنا وبعد كده ادخله في الطاجن وادخله بقى الفرن يكمل التسويه بتاعته. فدايما اي حاجه بتتحط في طاجن بتحس ان طعمها بيحلو، فيعني جربوا الخطوات البسيطه دي هتفرق قوي معاكم. البصلية اللي جرالها اصفرت، وممكن اتك عليها شوية كمان، فممكن اتك عليها التكة دي بقى بشوية التوم. انا التوم هنا هقسمه نصين، هاخد نص دلوقتي مثلا معلقة صغيرة، ونبتدي نظبط التوابل بتاعت ملح وفلفل، رشة من الكمون بسيطة قوي، ربع معلقة كده صغيرة، وعندي معلقه صغيره من الكزبره. ريحه الخلطه دي بقى حكايه، يعني حاجه بسيطه، احنا ما حطيناش اي حاجه مختلفه ولا عملنا حاجه فيها اختراع، بس تشويح البصله مع الثوم مع شويه الاضافات دي بتفرق فعلا في الطعم في الاخر. وادي الفلفل الحامي، ولو مش عايزين فلفل حامي عادي ممكن نحط فلفل رومي مفروم برده بتبقى لذيذه. هزود شويه زيت، ريحة الكمون، الفلفل الحامي، واضح ان القرن ده حامي قوي بس تمام، انا بحب الاكل مش هتشط بصراحة. اول بقى ما احس ان الفلفلاية دبلت وما عنديش اي مية كده في الطاسة من الخضار، بروح نازلة بالطماطم، طماطمية كده بتقطعها مكعبات صغننة. ونشوح كله مع بعض، حاسه بس انا عايز ازود شويه فلفل اسود. انا بعمل ايه بقى؟ بعمل حركه في اي طبيخ هعمله، بشوح الخضار. يعني لو انا مثلا انا عامله النهارده شويه فاصوليا خضر، طب عندي كوسه،
عندي بسله بالجزر، عندي تورلي مثلا، هعمل خضار مشكل. شوحوا الخضار قبل ما تعملوا التسبيك. يعني دايما المتعارف عليه في الطبيخ بنعمل ايه؟ شوح البصلايه والثوم ونظبط ملح وفلفل مثلا، ونروح حاطين عصير الطماطم يغلي غلوتين ثلاثه، نروح منزلين الخضار بتاعنا. جربوا بقى ان انتوا تشوحوا الخضار قبل ما تحطوا الطماطم، ريحه تجيب لاخر الدنيا. ففكره تشويح الخضار، اي حاجه بتتشوح بتاخد طعم حلو. زي مثلا لما بنيجي نسلق اللحمه، اجي اقول لكم ايه، شوحوا اللحمه الاول مع البصلايه ورشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب مثلا، وبعد كده انزلوا بالميه المغليه او الميه البارده، يعني دي او دي تمام. فالتشويح لاي حاجه بيخلي طعمها حلو. فاحنا كمان ندلع الطاجن بتاعنا، شويه فاصوليا متسبكه في الفرن مع الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها دي، هتديكوا طعم حكايه. بس كده نعمل ايه بقى؟ نروح نازلين بالفاصوليا الخضراء. عايزه اقول لكم الفاصوليا الخضراء دي ما كنتش باكلها ابدا ابدا. ماما لما كانت بتعملها كنت بروح افتح الثلاجه اسلق لي بضايه، اعمل لي سندوتش جبنه، اسلق، اعمل اي حاجه غير ان انا اكل الفاصوليا. ولما كبرت يعني مثلا الكلام ده من وانا صغننه بقى، ماما تجري ورايا طبق الفاصوليا، وجيت اكلتها في ثانوي مثلا او في الجامعه، لقيت طعمها تحفه. ليه؟ ما كنتش بدوق. فدايما اقول لكم حتى لما نعمل وصفه مع بعض هنا، اقول لكم دوق، جربوها مره، والله عجبتكم قرروها، حسيتوا ان هي مش داخله هواكم قوي فما كرروهاش تاني. فدايما حتى انا مع اولادي بعمل كده. في مثلا يعني عندي ابني مثلا ما بيحبش الباميه قوي، فاجي اقول دقها، بيحب الصوص بتاعها ما بيحبش الباميه ذات نفسها، فدوقها والله عجبتك تمام. لكن فكره ان انا ارفض ان انا ادوق لا، ما يمكن انا فايتني كتير زي القلقاس كده. ناس عارفه اكيد حكايتي مع القلقاس. انا بقول لكم انا ما كنتش فاهمه هو ايه، يعني انا عارفه طبعا نوع الثمره، بس فكره ان هي حاجه شبه البطاطس في حاجه شبه الملوخيه، فتحسه كان في ايه عطله كده في النص انا مش مترجمه ده ايه. جيت دقته في مره، وعايزه اقول لكم دقته قريب من 3 4 سنين، فانتوا بتتكلموا في مده طويله. عارفين اللي هو انتوا ما تاكلوا اكله كده وعينكم تطلع قلوب. والله بجد انا اول ما اكلت القلقاس ده، يعني كنت ماسكه معلقه، خدت شويه رز بشعريه كده وكبشه قلقاس بالسلق، ودقت معلقه كان جنبيها فلفل مقلي، فخدت المعلقه واللي هو ايه ده انا فاتني كتير قوي، ده طول السنين دي انا ما جربتش ان ادوق. فبقيت بقى من ساعتها، من الاربع ولا ثلاث سنين اللي فاتوا دول، ما اقولش على حاجه لا، والله هدوقها، حلوه خلاص هضيفها للقايمه، مش حلوه انت في حالك وانا في حالي. فيعني الموضوع محتاج ان احنا بس نجمد قلبنا كده نجرب. شوفوا بقى شويه الفاصوليا لما اتشوحت هنا مع الطماطميه والبصل والثوم وبهارات بسيطه، ملح وفلفل وكمون وكزبره، هتديني نتيجه في الاخر حكايه. انا برضو بحب اشوح صلصه الطماطم، نديها كده تشويح. تشويحه الصلصه دي بتغمق لون التسبيكه، عشان ممكن ايه ناس مثلا تقول لك طب انا هنزل بيها بعد عصير الطماطم، لا جربوا شوحوها هتديكوا لون احلى. والنار عندي برضو عاليه، ده كله تمام كده. تمام خلاص، ده تشويحه، نص تشويحه، واروح نازله بعصير الطماطم وهزود ميه طبعا، ميه مغليه بس عشان ايه الموضوع ما يطولش معايا. نعمل ايه؟ فين الميه؟ اهي. والله بقى بتحبوا الطماطم او الطاجن بتاعكم صلصته كتير، يبقى هزود عصير الطماطم او صلصه الطماطم مع الميه. بتحبوا الطبيخ بتاعكم يبقى صلصته قليله هتقللوه. انا الناس بحب الطبيخ يبقى ليه صلصه كتير، ليه؟ عشان اكلها مع الرز، فبالنسبه لي بزود شويه، لكن انتوا طبعا براحتكم. عايزه اقول لكم ريحه خطيره. بعمل ايه بقى؟ هستنى بس لما يغلي واحط عندي الثوم الني. الثوم الني في اي طبيخ في الاخر قبل ما ادخله الفرن بيبقى طعمه حكايه، بيبقى طعمه ظاهر. يعني الثوم الني تحس ان هو لما بيتحط ني من غير تشويح طعمه بيبقى واضح جدا. فانا بقسم مقدار الثوم نصين، يعني انا مثلا عندي هنا ست فصوص او سبع ثمان فصوص، انا حاطه ثوم كتير، ثمان فصوص ثوم. بحط مثلا اربعه في الاول مع التشويح، وبعد كده اكمل الباقي قبل ما اقفل النار او بعد ما يغلي حبه حلوين. حلو جدا جدا وريحه خطيره. هنعمل ايه دلوقتي؟
هقول لكم اهو، انا هسيبه هنا يغلي حبه حلوين عشان هقصر مده التسويق في الفرن. يعني انا ممكن دلوقتي اروح شايلاه زي ما هو كده، حطاه في الطاجن ومسخنه الفرن عندي كويس جدا، واي طواجن دايما حطوها على ارضيه الفرن الاول واسيبه في الفرن يعيش شويه عايش، بس انا محكومه بالوقت، فعشان كده بديله يستوي هنا شويه نص سوا مثلا او ثلاث ارباع سوا، وبعد كده احطه في الطاجن واسيبه بقى يشكشك، لو معلقه سمنه بلدي كده على الوش تديني طعم خطير. ممكن كمان تعمله طشه، يعني ساعات بعملها للطبيخ ده لو غزلتي رايقه. بعد ما الطاجن بيستوي بحمر له تومه بسنه كزبره بقرن فلفل حامي واروح طشها على الوش، بتبقى حكايه وبتدي طعم تحفه للطاجن. فدي برضو ايه لو مزاجكم جايبكم. يعني انا كده تمام هسيبه يغلي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم على طول من تاني، نبتدي نشوف باقي وصفاتنا. عندنا وصفتين حلوين جدا، واحده بالرز البايت استغلال الرز البايت، واحده بالبتنجان. ففاصل ونرجع ليكم على طول نكمل باقي وصفاتنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، وريحه الفاصوليا بقى قلبه الدنيا. هتاكلوا شويه فاصوليا تستاهل قلبكم. طيب انا عندي كانت بتغلي اول ما خرجنا الفاصل، كانت بتغلي وبتشكشك وحلو، فانا بالنسبه لي سايبه النار عاليه عليه. بعمل ايه دلوقتي؟ بروح واخده الثوم اهو، مش هقلبه، شايفين البكبكه؟ هتنزل الثوم اهي، انا جبتها لكم. حطيت التومه في الاخر وبديها كده تقليبه عشان بس يفك من بعض، وبروح جايبه الطاجن الفخار بتاعنا الحلو زي ما قلنا هنشتغل النهارده في الفخار، واروح واخداه. انا خدت الكبشه فين اهي، هيله بيله كده بودي، طبعا انزل هيله بيله بس اخاف يعني بتاعه تقيله كمان. تعالوا كده ناخد الجمال الحلو ابو ريحه حلوه ده، اجرب ماشي، هاخد لي ساتر اهو. بصوا لون الدمعة عاملة ازاي، خطيرة. يا رب ما اكونش وقعت فاصوليا بره. لا مفيش، نسويها كده، نروح منظفين الطاجن وايه، ومدخلينه بقى الفرن يعيش ويتعايش مع نفسه لحد ما يكمل تسوية وتسبيك، ويبقى عندي في الاخر جاهز خالص. نديله بقى معلقة سمنة لو حابين تعملوا له الطشه اللي انا قلت لكم عليها، دي بتبقى مميزه جدا خصوصا في الطواجن اللي فيها الخضار. يعني عندي مثلا تورلي تمشي، فاصوليا البيضه بتبقى خطيره، بس يعني قولون هيدا علينا. فيعني ايه، جربوها حتى في اي طاجن كده بتعملوه هتحسوا باختلاف. هدخلها الفرن ونرجع مع بعض نعمل اسهل طريقه لبواقي الرز. لو فضل عندنا كوبايتين ثلاث كوبايات من الرز مش هنرميهم، اتفقنا ما بنرميش حاجه، تقدروا ان انتوا تدخلوهم في وصفات حلوه جدا وتطلع من ايديكم زي الفل. تعالوا بقى ندخل الاستاذ ده كده. انا هحطه بقى على طول في ارضيه الفرن. الطواجن بتاخد وقت على ما تسخن، فلو تقدروا تسخنوا الطاجن قبل ما تبتدوا في الوصفه تبقى احلى واحلى، عشان يعني ما ياخدش وقت يسخن فالوصفه تطول في الفرن. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، هنعمل رز. لو انا عندي مثلا كوبايتين رز، كوبايه رز هدخلهم في وصفه حلوه جدا جدا وتبقى سهله وبسيطه. هنعمل رز بالبشاميل. معايا 3 كوبايات رز مصري، الرز اللي هو المستوي، الرز العادي بتاعنا. معانا كمان كوبايه من الحليب، معلقتين كبار من السمنه، مكعب من المرقه، ملح وفلفل، وللوش عندي بشاميل. فاضل عندنا بشاميل. انا عن نفسي يعني كتوته بعمل ايه، لو انا عامله وصفه وفيها بشاميل وفضل شويه مش برميهم، لو انا مش هستخدمهم في تو اللحظه بروح عامله ايه، بروح جايبه علبه بلاستيك او كيس، بس طبعا البشاميل يبقى بارد، وبروح شايلاهم في الفريزر. عايزه اعمل شوربه كريمه هقدر استخدمه، عايزه اعمل كشك اقدر استخدمه. عندي بعمل صينيه مكرونه بشاميل مثلا والبشاميل ما كفاش، فاروح مطلعه ده يفك شويه مثلا دي فروست في الميكرويف وابتدي ان انا استخدمه. فدايما بنقول ان احنا ما نرميش اي حاجه. هنطبق ده ازاي بقى على ارض الواقع؟ تعالوا نشوف. نجيب كده ايه، معلقه، نحط كوبايه الحليب، وفكر اديها بصلايه مش عارفه ليه، يعني جاي في بالي ان انا اديها بصلايه. والسمنه هخليه واحده للوش وواحده عندي في الخلطه دي، وهديها بصلايه مش
هسيدورها في العراب بس حاسه انها هتدي طعم حلو. فلفل اسود مش كتير، وانا حاطه مكعب مرق فمش هزود الملح قوي، واقلب الكلام الحلو ده. خلينا نقلب بسباتيولا احسن عشان صوت المعلقه ده في الحله بيتعب لي اعصابي. وحط الرز بتاعنا اللي مستوي اهو، بسم الله، وازود شويه ميه على فكره. ده بقى ما بياخدش بالظبط 7 دقايق في الفرن، يعني ممكن لو راجعه كده من الشغل مستعجله وعارفه ان عندك شويه رز هتعمل الوصفه دي وهي يعني هيحبوها جدا جدا. ممكن بقى نديها شويه خضار على فكره، يبقى زي الخضار بالبشاميل برضو تبقى لذيذه قوي. عايز افك كمان مكعب المرق اهو، وهديها شويه ميه، فكره دي ميه بارده مش هديها ميه سخنه بس كده. انا تالي اصلا مش هطلعه على النار، يعني الموضوع مش مستاهل لان الرز عندي كان مستوي قوي، فلو الرز عندي يعني مستوي السوى العادي ممكن اطلعه على النار غلو. فانا بالنسبه لي الرز لا، حاسه ان هو مستوي بزياده، فلو طلعته على النار مده هيعجن، فانا مش عايزه اكيد ده. هنروح عاملين ايه؟ مش عارفه حطيته في الحله ليه بقى. تعالوا ايه نجيب حاجه كده وناخد الرز بتاعنا كده، عايزين تقلبه شويه من البشاميل جوه. ماشي، فكره بقى ان هنا حطيت حليب والمرقه ولو عندكم حته قشطه كمان ممكن تحطوها، بيخلي الطاجن في الاخر اللي يدوقه ما يحسش ان ده كان رز بايت، لا ده طاجن رز معمول لسه حالا نازل من على النار، فشويه الحليب دول بيتشربوا عندي وبيبقى طعمه حكايه. نسوي بس الوش ونشيل الحاجات دي، فاضل السمنه دي للوش. عندي بشاميل القوام بتاعه وسط، مش سميك قوي، ننزل كده برضو ايه، ومش خفيف قوي، وسط. متهيألي عملنا بشاميل مع بعض كتير جدا جدا جدا، عملنا وصفات كتير للبشاميل، بشاميل على البارد وبشاميل الميكس الحليب مع الشوربه وبشاميل الخلاط، يعني مفيش وصفه بشاميل افتكر ان احنا ما عملناهاش. فهتلاقوا وصفات كتير موجوده على يوتيوب سفره، تقدروا ترجعوا للطريقه من الاول وتشوفوا فيديوهات كتيره جدا. حته السمنه بقى البلدي دي بس كده. ده بياخد قد ايه في الفرن؟ انا عندي الرز مستوي وعندي البشاميل مستوي وعندي مفيش حاجه ناقصه، فانا بس هدخله الفرن عشان الرز مع الحليب مع المرقه الحاجات دي تتشرب من بعض والبشاميل عندي يتحمر، فما عنديش اي حاجه ناقصه تسويه، يعني زي ما قلت لكم بالظبط بالظبط 7 دقايق 8 دقايق بكتير وبيبقى مستوي. فتعالوا ندخل الفرن قبل ما نشوف الوصفه اللي بعدها. يلا بينا. ده هدخله فوق بقى مش محتاجه ادخله تحت. ادي تاني طاج، شفت السهوله؟ والله ما في اسهل من كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع جدا 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 ونرجع لكم من تاني نشوف اخر وصفه معانا، تكون كمان الطواجن بتاعتي استوت. فاصل ونرجع لكم على طول، استنوا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. تعالوا نشوف هنعمل دلوقتي مع بعض، هنعمل سلطه لكل عشاق البتنجان، وانا واحده منهم على فكره، بحب البتنجان جدا وبدخله في وصفات كتيره قوي، وممكن ننوع فيه في اكلات كتيره جدا عندنا، هو مكون سهل وموجود بوفره. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل سلطه البتنجان بطريقه بسيطه جدا. مقاديرها معانا بتنجان مقلي مكعبات، انا مش بحب اشيل القشره، ممكن تشيلوها لو انتم حابين. معانا كمان نص كوبايه طحينه، زيت وخل وعصير ليمون، فلفل الوان وملح وفلفل وكمون وشطه، عشان نقطهم بسرعه قوي كده نقولهم مع بعض. بتنجان، طحينه، زيت وخل وعصير ليمون، فلفل الوان او فلفل بلدي بتاعنا الرومي، وكمون وشطه، ما عنديش اي حاجه ثانيه. ممكن نعمله من اوله لاخره على البارد من غير نار، وممكن نديله تشويح، انا بحب انهي بصراحه،
اللي بيتعملوا تشويحه، يعني اللي بياخد كده ايه نشممه النار كده بيبقى حكايه. فيعني انتوا غزالتكم بقى. طيب انا عندي طاسه سخنه، هنزل بشويه زيت وناخد الفلفل. لو عندكم توم كمان بتبقى حلوه قوي. حطينا فلفل عليها ملح، فلفل اسود، وهشوح معاهم التوابل اللي هي الشطه والكمون. تمام، يبقى حطيت الفلفل وشطه وكمون. عايزين تحطوا توم يبقى شوحوا التوم قبل ما تنزلوا بالفلفل، هيديكوا نتيجه احلى. نزود شويه زيت كمان، بس طبعا ممكن تعملوا البتنجان في الفرن، ممكن تخلوه مشوي في الفرن، ممكن تخلوه في الاير فراير. لو عندنا اير فراير ممكن برضو استخدمها، بتبقى جميله وما بتاخدش وقت، وطبعا اكيد اكيد دهونها اقل. هنشوحها قد ايه؟ دقيقتين مش اكتر من كده، انا مش عايزاه يدبل يعني، لحد ما احس ان ريحه التوابل خرجت. انا مش شامه اي ريحه شطه، لانها شطه بس هزود تاني، يعني حاسه ان هي مش قويه. تشويها حلوة كده، وأول ما يوصل الشكل ده هروح حط شوية عصير ليمون وشوية الخل. وعايزة عندي، مش عايزة أقعده كتير على النار، عايزة يبقى فيه صوص شوية. ليه؟ عشان يتشرب عندي البتنجان. يعني أنا هرفعه دلوقتي من على النار، بنحط مثلا معلقة كبيرة عصير ليمون أو عصير نص ليمونة مع الخلطة دي، مع مثلا معلقة كبيرة من الخل بس. خلاص شفتوا السهولة دي؟ بقى لما بتبات، يعني نوع السلطه دي لما بتبات بيبقى طعمها حلو جدا وبتبقى مميزه، تتاكل ساقعه ما تاكلش سخنه طبعا. فانا دايما بعملها ايه، لو مثلا عندي عزومه فبعملها من قبلها بيوم، او لو هعملها مثلا افطار يوم الجمعه الصبح كده مع الفول والطعميه بعملها من يوم الخميس بالليل، وتبرد احطها في علبه في الثلاجه ودوقوها بقى الصبح، بيبقى طعمها حكايه وبتبقى شاربه كده من بعض، والبتنجان بيكون شرب المزازه بتاعه الخل مع التوم. طيب تعالوا كده نشيل دي من على النار، ونروح نازلين بالايه؟ بالبتنجان، ونقلبه. لو عندكم شويه خضره ماشي، شويه بقدونس، شويه كزبره، شويه شبت برضو هتبقى لذيذه. طبق كده مقبلات سهل ومختلف عن المسقعه. انا هنا ما عنديش طماطم، فطبق جانبي كده بالبتنجان حرش ومشطشط بيبقى حكايه. تعالوا بقى نقدمه كده مع بعض. نجيب ايه؟ نجيب دي ونروح على هناك اهو. يلا بينا. ريحه تحفه بقى، يعني ريحه خطيره. انا هعمل هلابيله بقى. بنعمل ايه في الاخر؟ بروح جايبه شويه من الطحينه الخام ونازله بيها على وش الطبق الحلو ده، واحاول ابقى اشوف شويه بقدونس او كزبره. دي بقى تتغمز تتاكل كده بالشوكه مش هتفرق، بس هي في الاخر وصفه سلطه بتنجان طعمها حكايه. نجيب كده ايه منديل، ننضف طبقنا ويبقى جاهز. فين الحته اللي انا لقطتها؟ بس كده نحطه هنا. شفتوا سهوله اكتر من كده؟ ما فيش سلطه اسهل من كده. تعالوا بقى نلم حاجتنا ونشوف كمان اللي في الفرن. ماشي، بص ابص على في الفرن الاول سريعا قبل ما ناخد الفصل، بصه كده سريعه. هو بيشكشك بس لسه ملونش، يعني في بق 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 حاصله بس لسه ملونش عندي. فاحنا ممكن ايه اشغل الشوايه في الفاصل بحيث ان هو يتحمر معايا مظبوط وياخد وش. زي ما قلنا الفاصوليا عندي استوت، البشاميل اصلا عندي مستوي، ما عنديش اي حاجه ناقصه غير ان هو ياخد بس وش تحمير. فممكن في الوقت ده ناخد فاصل سريع جدا جدا، نرجع لكم من تاني نشوف سفرتنا النهارده قدمنا فيها ايه. فاصل، استنوني.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، وتعالوا نشوف سريعا عملنا ايه مع بعض. الطاجن لسه بيشكشك، فانتوا سيبوكم مني انا وبصوا على الطاجن اللي طالع من الفرن. زي ما قلت لكم، شويه رز بالشعريه، شويه عيش بلدي. انا فاكره بحب الطبيخ جدا جدا بالعيش البلدي، يعني بالنسبه لي كده رغيف مقمر كده حلو مع شويه الليمون المخلل، ده هيبقى حكايه. لسه ها في بقبقه بسيطه كانت طالعه من الفرن، بقى مش قادره اوصف لكم الشكشكه اللي كانت حاصله. عملنا مع بعض طاجن فاصوليا خضراء سهل جدا وسريع. الخلطه اللي عملتها في الاول دي بتفرق يا جماعه في اي طاجن او اي حاجه فيها خضار هتحطوها في الفرن. فكره تشويح البصل مع الثوم مع الفلفل الحامي مع حته سمنه البلدي او شويه زيت صغيرين، ونحط بعد كده الفاصوليا نشوحها ونكمل الصلصه بقى او التسبيكه بتاعتها، وخليناه يغلي شويه على النار مثلا 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده دخلناه الفرن يكمل شكشكه وياخد الوش الحلو ده اللي انتم شايفينه. ده كده طاجن الفاصوليا الخضراء. وقيسوا على كده اي خضار تعملوه، كوسه، سلب الجزر، بتنجان، تورلي، اي حاجه تيجي على بالكم تقدروا ان انتم تعملوها. استنوا كده عشان دي مضايقاني، هو عادي يعني ما هو الطاجن كان بيشكشك فطبيعي. وتدخلوها الفرن 10 دقايق او نص ساعه على نار كده 180 لحد ما يطلع عندكم بالشكل الحلو ده. عملنا ايه تاني؟ عملنا الرز بالبشاميل بس لسه في الفرن. عملنا سلطه بتنجان ما خدتش بالظبط 3 دقايق، يعني شفتوا خدت وقت قد ايه؟ ما خدتش وقت خالص. شوحنا الفلفل الالوان، ممكن تحطوا توم، عايزين تدوا بصل ممكن برده ما فيش مشكله، ويا دوبك يعني شوحتهم 4 دقايق بالكتير. بعد ما تشوحوا مع التوابل بتاعتنا الكمون والشطه والملح والفلفل، طفيت بعصير خل، بقول لكم عصير خل، عصير ليمون وخل غلوه واحده، وقفلت عليها، شلتها من على النار، نزلت بالبتنجان وقلبت كده تقلبتين، وزودت طحينه على الوش بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزه بقى اشوف الاستاذ اللي في الفرن ده اخباره ايه؟ يعني ها فاضل له مثلا دقيقه او دقيقتين. بص هو اكيد استوى، هو كل حاجه فيه مستويه، بس هو ايه محتاج وش تحمير زياده، فخلينا نجيب الجوانتي او الجلافز ونبتدي نطلعه مع بعض، حتى لو محتاج يعني وش تحمير انتوا مش غرب يعني، هنطلعه مع بعض ونبقى ندخله لما نختم بس عشان الوقت بتاعنا. طب تعالوا نشوف. كل ده جلافز؟ دي خناقه اهو. انا بقلق قوي الحاجات السخنه دي، بترعب والله، كل متلسوعه. والله عايزه زغروطه. يلا بينا. بس خلاص الحمد لله اهو تم بحمد الله. عايز وش تحمير بسيط عشان بس ايه ياخد اللون الحلو الذهبي بتاعنا بتاع تحميره البشاميل، لكن بالنسبه لي هو كله مستوي، مفيش اي حاجه نايه عندي. اتفقنا الرز مستوي، اتشرب شويه الحليب، البشاميل عندي واخد لون كده خفيف بس عايز سكه كمان. بس كده عملنا ايه النهارده مع بعض؟ عملنا 3 وصفات اسهل من بعض. عملنا رز بالبشاميل بواقي الرز، وعملنا كمان سلطه البتنجان، وعملنا طاجن الفاصوليا المتسبك، الفاصوليا الخضراء، تاكلوه يا رب بالف هنا مع شويه مخلل وعيش بلدي. وبس كده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، تكونوا استفدتوا بكل الوصفات اللي عملناها النهارده مع بعض. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير. باي باي. We'll be right back.